السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. أما بعد، إخواني في الله، يروى في الأثر أنه إذا التفت العبد في صلاته، لو عبد مننا بيصلي، لو واحد أو أما بتصلي لله من إذن ربنا سبحانه وتعالى، وقلبه التفت أو عينيه التفتت أو بصر زاغ، يروى أن العبد إذا التفت في صلاته وهو يصلي بين يدي الله يقول الله إلى خير مني، إلى خير مني. على فين يا مصر؟ على فين يا أمة مصر؟ على فين يا شعب مصر؟ إلى خير من شريعة الله، على فين يا مصر؟ إلى خير من الله، على فين يا مصر؟ على طريق ربنا، ولا على السكة الضلمة اللي بقالنا مئات السنين فيها داني؟ على فين يا مصر؟ على طريق الجنة، ولا على فين يا مصر؟ على فين يا جماعة؟ من اول الان باذن الله سبحانه وتعالى نعتبر ان احنا بدأنا حملة جديدة. بعد امبارح ما كنا في حملة ليبيا، في حملة الوقوف مع شعب ليبيا في وجه الطاغية اللي بيقصف شعبه بالطائرات. الان يا اخواني احنا في حملة جديدة، حملة على فين يا مصر، حملة دعوة للشريعة الاسلامية، حملة معركة، بس مش معركة شديدة، لا، ده معركة قلوبنا مليانة فيها امل، وايدينا في ايدين بعض، وجونا كلها بتسمع المخالفين، لان لسه الناس مش عارفه ايه الشريعه. الناس بتحسب ان الشريعه دي يعني هنقطع ايد السارق بس، وهنرجم الزاني، وانا الناس مش متخيله يعني ايه الشريعه، يعني ايه الحاجه اللي هتحول الدنيا للجنه، يعني ايه اعظم رحمه انزلها الله على وجه الارض من ظهرانينا، يعني ايه، يعني ان الاسلام له في كل زمن وعصر معجزه. واكبر معجزه للاسلام في هذا العصر هو الاعجاز التشريعي في الاسلام. يعني ايه؟ يعني ان كل المطالب اللي الثورة اتكلمت عنها ديت، لو عايزين كلمة تلمها وتلخصها، هي كلمة الاسلام والشريعة الاسلامية. على فين يا مصر؟ مش عايزين نتوه يا اخواني، مش عايزين نتوه يا امة محمد، مش عايزين نتوه يا عباد الله، عايزين يبقى لنا خط سير بقى، عايزين ما نتوهش بقى. الستينات توهونا ورا الاشتراكيين، والسبعينات جم توهونا ورا الرأسماليين، وجي في التسعينات والألفين توهونا ورا الأنظمة الغربية. عايزين بقى نمشي في الطريق الصح، عايزين نحط رجلنا على الطريق الصح، عايزين كل خطوة نخطيها تكون لقدام، بدل ما احنا عاملين زي اللي جاب العربية بتاعته مرشدير وداس بنزين، قاعد يرجع لورا، كل ما يدوس بنزين أكتر بيرجع، كل ما يدوس بنزين أكتر بيرجع. على فين يا مصر؟ على فين يا شباب مصر؟ على فين يا رجال مصر؟ على فين يا نساء مصر؟ على فين يا اعلاميين مصر؟ على فين يا سياسيين مصر؟ على فين يا جيش مصر؟ على فين يا وزراء مصر؟ على فين؟ على فين يا رجال اعمال مصر؟ على فين يا بنات ويا شباب ويا فتيات؟ على فين يا اهل هذه البلد المباركة اللي ربنا اصطفاها تقود قاطرة التغيير في العالم الاسلامي كله؟ على فين يا مصر؟ صيحة، معركة، معركة فكر الفكر، معركة يا إخواني. العلمانيين ما يظنوش إنهم يكسبوا أرض أبدا، وفي واحد فاهم يعني إيه لا إله إلا الله عايش على وجه الأرض، لا يمكن ينقص الدين ونحن أحياء، لا يمكن هيأكلوا عقول الناس وقلوب الناس ويسمموها بالأفكار الغربية اللي عايزين يفرضوها على الأمة وعايزين يخلوها بدون القرآن. على فين؟ على فين يا أمة محمد؟ على فين يا مصر؟ إخواني في الله، يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له، يا أهل مصر ضرب مثل فاستمعوا له. راجل سجين محكوم عليه بالإعدام وتنفيذ الحكم بعد الفجر، دخل عليه السلطان بتاع البلد كلها، الراجل جوه الزنزانة مستني الحكم بالإعدام في أي لحظة، لقى السلطان دخل عليه في أول الليل، قال له أنت عليك حكم إيه؟ قال له حكم إعدام. إمتى؟ بعد الفجر. قال له أنا هخلي لك سبيل للنجاة، انا هسمح ان في طريق في الزنزانة ده، لو انت فهمته واكتشفته وخرجت منه هو ده طريق النجاة بتاعك، هو ده طريق الانقاذ بتاعك. لو عرفت الطريق ده قبل الفجر، انا امر كل جنودي اللي حوالين الزنزانة انهم ما يتعرضوش ليك لو عرفت الطريق الصح، لو عرفت طريق النجاة، لو عرفت باب الخروج من الازمة اللي انت فيها، لو عرفت طريق الانقاذ من الوضع اللي انت فيه. صاحبنا اول ما السلطان خرج هو وجنوده وشد وراه الباب، صاحبنا قاعد يبص
انا قدامي فرصه ان انا انجو، انا قدامي فرصه ان انا اعيش، انا قدامي فرصه ان انا اخلص من الحكم بالاعدام اللي هيتنفذ عليا بعد ساعات. طب يا ترى طريق النجاة للسلطان عملوه لي فين؟ ممكن يكون الارض، احفر في الارض. قاعد يحفر ويحفر ويحفر وهو زي مجنون عايز ينجو باي طريقه بيحفر. بعد ما قاعد يحفر وصل لصبه خرسانه اسمنت، لا يمكن يكون هو ده الطريق ابدا ابدا. طب انجو ازاي؟ طب الطريق فين؟ يقينا الطريق من الجدار، انا هشق الجدار، انا هحفر في الجدار، يقينا ان الجدار ده بيطلع على سرداب، بيطلع على النجاه. قعد يحفر في الجدار لقى السرداب، طلع يجري ورا السرداب، جوه السرداب لقى نفسه في الاخر قدام شط بحر، لا يمكن يكون ده طريق النجاه، لان البحر ده انا هعديه ازاي؟ رجع تاني في الزنزانه، انا مش هيأس. طب انجو ازاي؟ طب اطلع ازاي؟ يقينا ان النجاه في السقف، قعد يخبط في السقف، يحفر في السقف، لقى السقف بيتحفر معاه، طلع من السقف، لقى سراديب وممرات ودهاليز، طلع لقى نفسه على السطح بتاع الحصن اللي هو فيه، لا يمكن يكون ده طريق النجاة. رجع صاحبنا محبط يائس محطم خلاص. بعد الفجر جه السلطان دخل عليه قال له انت ما نجتش ليه؟ انا مش قلت لك ان انا سبت لك طريق للنجاة؟ قال له انا عملت كل حاجة، انا حفرت في الارض وما وصلتش، شقيت الجدار وما وصلتش، حفرت في السقف وما وصلتش، فين طريق النجاة اللي انت قلت لي عليه ده؟ قال له طريق النجاة اللي انا قلت لك عليه كان في الباب بتاع الزنزانة، انا سايب باب الزنزانة لو انت شدته كان هيبقى مفتوح، هتلاقي مفتوح، وامر كل جنود اللي بره انك انت لو كنت خرجت من الباب ده ما كانش حد هيتعرض لك. انت فكرت في كل الطرق، فكرت في اصعب الطرق، فكرت في اشد الطرق، وما فكرتش في الطريق السهل، وما اكتشفتش اسهل طريق واوسع طريق كان قدامك، وما عرفتش باب النجاة. قبل ما حد يصعب عليه الراجل ده يا جماعة، الراجل ده هو احنا، الراجل ده هو الشعوب الإسلامية، الراجل ده هي دولنا، الراجل ده احنا يا جماعة، الراجل ده اللي في الستينات جرى ورا الاشتراكية والشيوعية لحد ما جه بعد كده السادات في السبعينات في كتاب البحث عن الذات بتاعه، وانا قريهاله بيقول اللي يتغطى بملايه السوفييت هينام في الشارع، او يعني ما شابه. جرينا ورا السوفييت والشيوعيه والاشتراكيه في الستينات، خدنا ايه غير النكسات ورا النكسات؟ بعد ما كان الجنيه بخمسة دولار بقى الدولار بكام جنيه؟ بعد كده في السبعينات قالوا لا هي الرأسمالية، 99% من أوراق القضية بإيد أمريكا، ده كان رئيس الدولة اللي بيقول كده، والشعب كله خلاص هيعمل إيه؟ مقهور، القطاع ملصق وراء القائد العسكري، ودونا في داهية، دمرونا. بعد كده جينا في التسعينات، في الثمانينات والتسعينات، قالوا لا هي الديمقراطية وهي كلها عاملة زي اللي بيحفر في السقف وفي الحيطة وفي الأرض، كلها خرجنا منها بالفشل، ما كسبناش غير الفشل، وباب النجاة الوحيد الشريعة الإسلامية، باب النجاة الوحيد شرع الله، باب النجاة أوسع باب وأسهل باب وأعظم باب. طلعنا روحنا يا جماعة، بقالنا 100 سنة بندور على طريق للنجاة. الملك فاروق يجي يقول أنا اكتشفته، وعبد الناصر يجي يقول اكتشفته، والسادات يقول اكتشفته، ومبارك يقول اكتشفته، وكلهم بيتوهوا الأمة، وكلهم المفروض يتحكموا كمجرمين حرب حتى لو كان حد منهم مات، لان دول ضيعوا الامه، توهوا الامه، دمروا طاقات الامه، فشلوا الامه، حركوا الامه من فشل لفشل. اخواني في الله، باب النجاة الوحيد الشريعه الاسلاميه. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يا ايها المسلمين، يا ايها المصريين ضرب مثل فاستمعوا له. اسره فقيره غلبانه، الست عايزه تعمل عمليه والا هتموت، عايزه تعمل عمليه بسرعه، الولد في الثانويه العامه عايز دروس، عايز فلوس ياخد دروس، والا مين اللي هيساعده ان هو يجيب مجموع كبير ويدخل الكليه اللي هو عايزها؟ الاسره كلها فقيره ومحتاجه وغلبانه. صاحب الاسره ابوهم قال انا هسافر يا جماعه، وكل شهر هبعت لكم ظرف، الظرف ده هو الحل، الظرف ده فيه الحل يا جماعه، سافر واشتغل بره في دوله عربيه وبدا يبعت الظرف اللي فيه الفلوس، الظرف ده هو اللي ابونا قال لنا فيه الحل، نعمل ايه؟ حطوا الظرف، مفيش فايده، يعني ما الظرف دخل البيت اهو مفيش حل ولا حاجه، شويه طب نعمل ايه في الظرف؟ شويه بداوا يحطوه في علبه قطيفه جميله شيك، وبداوا يحطوه في العربيه بتاعتهم، وبداوا شويه مفيش فايده، الوضع ما بيتصلحش، الست هتموت والوضع هيسقط والبيت فقير، طب نعمل ايه؟ بداوا يعملوا الظرف ده يحطوه، ما شاء الله البنت تلبسها في سلسله كده وهي ماشيه والظروف ما بتتحلش والوضع خطير. يا جماعه الحل مش ان هم يحطوا الظرف في علبه قطيفه شيك،
ويتباركوا بيه. الحل انهم كانوا يفتحوا الظرف ويطلعوا اللي فيه ويصرفوه، هو ده كان الحل. كذلك يا اخواني، قبل ما نضحك على الاسرة الغلبانة ده، يد الاسرة دي هي احنا، الاسرة دي هي الشعوب الاسلامية. الظرف، المصحف، المصحف مش حله نحطه في عربية ولا في ما شاء الله ولا نتبارك بيه. المصحف حله نفتحه ونطبق الشرع اللي فيه، ونطبق الشريعة الاسلامية، ونفجر الطاقات المهولة اللي جوه الشريعة الاسلامية. هو ده الحل يا اخواني في الله. على فين يا مصر؟ على فين يا مصر؟ على مساحة جديدة يا مصر، على حد يودينا في سكة ضلمة جديدة يا مصر. ما تعلمناش، ما تعلمناش من المقاسي بتاعت الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات والثلاثينات والاربعينات والقرن الثمنتاشر والاحتلال الفرنساوي والاحتلال الانجليزي والتدخل الامريكي في شؤوننا. ما تعلمناش يا مصر، لسه ما تعلمناش، لسه ما تعلمناش ان كل دي طرق سد، ان كل دي طرق ضلمة، ان كل دي متاهات. 200 سنة تخبيط، تخبيط من ايام محمد علي قال هو الحل في التغريب، وفي الاخر رموه رمية. اللي بيقرأ في كتب التاريخ يعرفها، من ايام ما بدأنا نقول لا الحل في البعثات الفرنسوية. طب يا سيدي روح حد دنيتهم وتعالى، لا ده انا اروح اجيب دنيتهم ومبادئهم وافكارهم وارائهم وعقائدهم وتصوراتهم ومفاهيمهم، وهنيجي نفرضها فرض على المسلمين هنا. هنضيع، تضيع المركب، هتغرق، تغرق. غرقونا 200 سنة حكامنا بيغرقونا، 200 سنة يا جماعة. على فين يا مصر بعد كل الرحلة ده؟ هي فهمنا ولا لا؟ استوعبنا الدروس دي ولا لا؟ استوعبنا توقف القطرة 200 سنة او اكتر كمان ولا لا؟ فهمنا يعني ايه اسلام؟ فهمنا دور الشريعة؟ فهمنا مصر عمرو بن العاص اللي لما حصل مجاعة في جزيرة العرب، عمرو بن العاص ارسل عمر بن الخطاب قال له لأرسلن لك قافلة اولها عندك واخرها عندي. كان في رخاء، كان في حرية، كان في 25 نوع من انواع الضرائب الدولة الرومانية فرضهم على المصريين على ايد المقوقص، واحنا اللي حررناها بالاسلام. كان الارثوذكس والكاثوليك منهم مذابح، واحنا اللي جبنا التسامح بالاسلام. كانت مصر دولة اعجمية لاتينية، واحنا اللي جبنا العروبة بالاسلام. فهمنا الدرس ولا لا؟ بعد 1400 سنة يا مصر، بعد 1400 سنة فهمنا الفرق ما بين لما كنا مع الاسلام ولما مشينا عكس الاتجاه. فهمنا الفرق ولا لسه؟ على فين يا مصر؟ الفشل، قصة الفشل اللي لازم نؤرخ ليها، قصة الفشل اللي صاحبت هذه الأمة في كل مرة اختارت فيها حاجة غير الإسلام. ماذا لو اخترنا الإسلام؟ وماذا لو لم نختار الإسلام؟ قصة الفشل اللي صاحبت الأمة دي في كل مرة توهونا فيها، في كل مرة ضيعونا فيها، في كل مرة فرضوا علينا شريعة غير شريعة ربنا فيها. النهاردة اختيارنا بإيدينا، النهاردة احنا ممكن نختار الإسلام أو لا نختار الإسلام ولا أعوذ بالله. قصة الفشل، الفشل يا جماعة. في يوم من الأيام امرأة مسلمة في سوق في بلد تحت حكم الرومان اسمها عمورية، المرأة المسلمة في السوق، في السوق بتشتري حاجات، جندي من واحد من الرومان ربط الفستان بتاعها أو الثوب بتاعها بطريقة بحيث انها اول ما قامت جزء من رجليها انكشف. قعدوا يضحكوا عليها، المرأة صرخت ومعتصماه ومعتصماه، قعدوا يضحكوا عليها. واحد قال لها يوشك ان ياتي لك المعتصم على فرس ابلج، المعتصم هيجي لك على فرس ابيض فابيض اهو قريب. وقعدوا يضحكوا ويسخروا منها. يوصل الخبر للمعتصم، يامر بكتيبه كلها راكبه على افراس بلجاء، كلها راكبه على افراس من النوع اللي اتريقوا على هذه المراه فيه، ويروح للمدينه ويطلب من الخارج تسليم هذا الرجل الذي اعتدى على هذه المسلمه، يرفضهم، يدخل المدينه ويفتحها، وبعد كده يؤمر انه يروح للمكان اللي حصلت فيه هذه الواقعه ويستدعى هذه المراه ويقول لها يا اختاه انا المعتصم، لبيك يا اختاه، ها انا جئت لك على فرس ابلش. يا اخواني في الله، مرت الايام، مرت الايام واخواتنا دخلوا سجن غريب ابو غريب في العراق، واخواتنا دخلوا سجون الروس في الشيشان، وواحده منهم بعتت رساله كانت نهايتهم ان واحده منهم حطمت راسها في الحيطه من كتر القهر اللي هي فيه وعدم تحملها للاغتصاب والوضع اللي هي فيه. واحده منهم بعتت رساله ما قالتش ومعتصماه، ما استنجدتش، قالت احنا مش عايزينكم تبعتوا لنا جنود يغيثونا، احنا عايزينكم تبعتوا لنا حبوب منع حمل حتى لا نحمل من الجنود الكفار. مرت الايام يا جماعه ودقنا الفشل لما بعدنا عن شرع الله، دقنا لما كانت الشريعه ولما كانت الخلافه الاسلاميه ولما كان الشرع مطبق، دقنا العزه، دقنا من امير المؤمنين الى نكفور كلب الروم.
فأما بعد فإن جوابي ما سترى دون ما ستسمع. دؤنا أيتها السحابة أمطري حيث شئتي، فإن خراجك سيصل بإذن الله إلي هنا. دؤنا العزة يا إخواني، إنما لما بعدنا عن الإسلام فشل عبد الناصر لما عاهد على انه هيطبق الشريعه الاسلاميه قبل الثوره، وبعد الثوره انقلب على الاخوان المسلمين وحطهم في السجون وعذبهم في مذابح تاريخيه، وفرض على الامه الاشتراكيه، وفرض على الامه المبادئ الجاهليه اللي هو فرض على الامه في هذا الوقت، وفرض على الامه اتباع الروس واتباع الشيوعيين. حصل ايه؟ الشعب لما جراه، والشعب لما قالوش لا، والشعب لما ما وقفش في وش الظالم، والشريعه الاسلاميه لما بدنت جت هزيمه 67 نكتة ما كانتش على ايد اليهود، ده ربنا يا جماعة، ده ربنا كان بيفوق الأمة دي، ده ربنا كان بيقول لمصر على فين يا مصر، كان بيقول للأمة العربية على فين يا أمة محمد، على فين انتوا مش هتستنوا لحد ما تيجي نكتة عشان تفوقكم وتعرفكم آخر أي طريق غير إسلامي ايه. 67 يا جماعة 100,000 جندي مصري، كان بعضهم بالجلاليب لان كان لسه البدلة العسكرية ما لحقتش توصل له. 100,000 جندي مصري، اعلنت القيادة المصرية بكل خيانة ان كل جندي ينسحب على مسؤوليته الشخصية في لحظة من لحظات الخيانة. هيعملوا ايه؟ 100,000 جندي وقعوا في ايد اليهود، يا ترى عملوا فيهم ايه؟ اول حاجة نقضي على الضباط. طب نقضي على الضباط ازاي؟ الضابط نقضي عليه ازاي؟ بسيطة، هنجيب الجنود كلهم اللي اثرناهم ونعطشهم 3 ايام، عطشوهم 3 ايام. بعد كده جابوا فنطاس ميه كبير وبداوا يفتحوا الحنفيات وقالوا كله يجري يشرب. لما بداوا يجروا قالوا استنهم الضباط الاول، فبدا الضباط يطلعوا الاول عشان يشربوا، حصدوهم بالمدافع بتاعتهم وقتلوهم. بداوا يخلصوا من الضباط، طب عايزين نخلص من كل واحد ممكن يعمل حاجه للبلد دي، اي حد بيعرف يقرا ويكتب، مجرد انه يقرا ويكتب نخلص منه. طب ازاي؟ جم على الجنود الاسرى قالوا لهم الصليب الاحمر عايز اسمائكم، كل واحد يكتب اسمه عشان الصليب الاحمر يشوف حقوقه ويشوف المعونات ليه. كل واحد مسك ورقه وبدا يكتب اسمه على طول اتحطط بالنار واتقتل. يبقى نخلص من اللي بيعرفوا يقروا ويكتبهم. عايزين نجند الاعراب، عايزين نجند الاعراب يبقوا معانا، او على الاقل اي حد منهم عقدته ضعيفه يبقى معانا. نعمل ايه؟ بداوا يجيبوا الجنود الاسرى ويقتلوهم قدام الاعراب، ويجبروا الاعراب ان هم يحفروا قبور الجنود دي بايديهم ويدفنوهم بايديهم عشان يعرفوهم ان مفيش امل غير في التعاون مع اليهود. طب نعمل تاني ايه؟ الجرحى اللي في المستشفيات، الجرحى نعمل فيهم ايه؟ بداوا يجيبوا عربيه تقف على المستشفى بتاعه العريش من بره وتقول ان لازم الجرحى الوقت ينزلوا عشان ننقلهم مستشفيات القاهره ياخدوا احسن علاج. الجرحى جيروا من المستشفيات نازلين بسرعه، فاذا بسيارات فيها مجندات يهوديات حصدوهم بالمدافع حظا وقتلوهم قتلا، وهم جرحى لا يملكوا ان يفعلوا اي شيء. طب نعمل تاني ايه؟ احد الكتائب اليهوديه جابت الجنود الاسرى المصريين، كانت مذبحه، كانت مهزله، كانت يا جماعه تفويق للامه ديت، كانت رساله. على فين يا مصر؟ على فين هتختار غير الاسلام؟ النهايه اهي، هتختاروا اي اختيار غير الاسلام، اي اختيار غير الشريعه. الفشل في فشل في فشل. عشنا يا جماعه بقالنا 200 سنه فشل اقتصادي، فشل اجتماعي، فشل سياسي، ذل، انهيار داخلي، ظلم وبطش من الحكام. بقالنا 200 سنه في القهر ده، هنفوق ولا لا؟ هنعرف احنا من غير الشريعة ما نسويش اي حاجة في الدنيا دي. ده ايه اللي خلت لنا قيمة؟ على الكلمة اللي انا قلت لكم في الاول، الى خير مني، الى خير مني، كأنها رسالة من الاسلام لينا. بتلتفتوا عني ليه؟ بتلتفتوا عن شريعة ربنا ليه؟ الى خير مني. ويأتي بعد كده هذا الجندي اليهودي جاب الجنود المصريين وجمع والعياذ بالله الابوال بتاعة اليهود، البول بتاع جنود اليهود واكبر المصريين انهم يشربوها. بعد كده خلاهم يحفروا نفق تحت الارض ودخلهم جواه وردم عليهم ودفنهم وهم احياء. القصص كثيره، انا شفت بعيني مشهد من المشاهد، جايبين جنود مصريين ومنيمينهم على الارض ومغمين عينيهم، وواحد ماسك سكينه وسط الجنود اليهود وقاعد، عارفين الجزار لما يجي يخبط بالسكينه على جسد البهيمه قبل ما يذبحها، قاعد يخبط بيهم. ما قدرتش ان انا اكمل المشهد او اشوف بعد كده حتى لو في مشهد ذبح. بعد كده عملوا ايه فينا يا جماعه؟ مش هم اللي عملوا فينا كده، ده احنا اللي عملنا في نفسنا كده. احنا اللي لما اخترنا شريعه غير شريعه ربنا عملنا في نفسنا كده. احنا اللي لما عادينا ربنا عملنا في نفسنا كده. احنا كنا الاعزه، احنا كنا القاده للعالم، احنا كنا من لم يرى القاهره لم يرى عز الاسلام. ايه اللي بهدلنا البهدله دي كلها؟ على فين يا مصر؟ على فين يا رجال اعمال مصر؟
على فين يا اقتصاديين مصر؟ على فين يا قادة جيش مصر؟ يا رؤساء أركان حرب جيش مصر؟ على فين يا محافظين مصر؟ على فين يا كل موظف في هذه الأرض؟ على فين يا جماعة؟ على فين يا كل شاب وفتاة؟ يا جماعة الفشل حليف هذه الأمة طول ما هي بتذهب إلى أي شرع غير شرع الله. أمريكا اللي العلمانيين عايزين يقلدوها، اللي العلمانيين عايزين يفرضوا علينا أجندة الشريعة الأمريكية عشان نطبقوا، بيقولوا هي دي التقدم وهي دي التطور. وأمريكا، أمريكا اللي سابت مذابح القذافي في ليبيا ضد شعبه سابتها، مرضتش انها تتدخل. اذبح، اصل الناس دي بتقول اسلام، اذبح لغاية ما احنا بعد اسبوع ولا اسبوعين نبقى نتكلم وخلاص وتبقى رفعت عندنا الحرج. امريكا اللي خانتنا، امريكا اللي احتلتنا، امريكا اللي سلطت اليهود علينا وبتدوهم مليارات عشان يذبحوا الامة الاسلامية، امريكا اللي سكتت على المذابح ضد غزة في الفترة اللي فاتت لما اتضربوا بقنابل الفسور، امريكا، امريكا اللي بتحمي اسرائيل في كل محفل دولي وبتستعمل الفيتو عشان محدش يكلم اسرائيل، امريكا الخاينة، امريكا الغشاشة، امريكا المنافقة، امريكا المجرمة، امريكا قنابل نجازاكي وهيروشيما، امريكا، امريكا النصابة دية اللي احنا عايزين نمشي وراها. طيب عايزين تمشونا علمانين ورا امريكا؟ اشمعنى امريكا والغرب؟ اصل دول الموديل الرئيسي للتقدم والتطور. طيب يعني هي اللي مطبقة الشريعة بالظبط؟ بالظبط. كل 34 ثانية في امريكا حادث بلطجة واعتداء بساط ومسلح، كل 34 ثانية في امريكا حالة سطو على مبنى من المباني، كل 15 ثانية في امريكا حالة اغتصاب واعتداء جنسي، كل 6 دقائق في امريكا حالة قتل اضهاق دم. مش دي امريكا ايه؟ امريكا الفاشلة، امريكا اللي مش عارفة. امريكا يعني احنا اللي نعرفهم جايين من امريكا بيقولوا مفيش هناك حياة اجتماعية اصلا، حياة اجتماعية مدمرة، عايزين نمشي وراهم، عايزين نمشي وراهم. والفشل بيتفجر من ملامح المجتمع بتاعهم. امريكا الفاشلة لما جم يا جماعة في سنة 1919 امريكا وقالت لازم نمنع الخمور، ليه؟ اصل الخمور خطر والخمور مش عارف ايه وكلام ده. طيب هتمنع الخمور؟ هنعمل قوانين صارمة جدا. 250 مليون دولار حملة دعاية في امريكا ضد الخمور. جميل جدا. ماذا كانت النتيجة بعد 14 سنة صراع من الدولة عشان يمنع الخمور اللي القرآن في يوم منحها في المدينة المنورة، في يوم نزل التشريع أريق دنان الخمر في الطرق. النجاح، الشريعة الناجحة أمام شريعة أمريكا الفاشلة. بعد 14 سنة تطلع الحكومة وتستسلم بعد 400 واحد أعدم على الكرسي الكهربائي مش عارفين يسيطروا على تجار الخمور، بعد 400 مليون دولار مصادرات للخمور، بعد 200 مليون دولار غرامات على شاربي والمتاجرين بالخمور، بعد كل ده يطلعوا بعد 14 سنة ويقولوا فشلنا ان احنا نمنع الخمور من المجتمع، عايزين نمشي وراهم عشان نفشل تاني؟ احنا لسه عايزين نطول الطريق على نفسنا ليه؟ خلاص حرام بقى، كفاية فشل، عايزين نرفع الشعار ده في كل حتة، كفاية فشل. هنجرب مين؟ جربنا الكل وفشلنا، جربنا المعسكرات الشرقية والاشتراكية وفشلنا، جربنا المعسكرات الغربية بالرأسمالية والديمقراطية وفشلنا، جربنا ان احنا نمشي بدماغنا وفشلنا. فشل، تاريخ فشل. لحد امتى يا اخواني؟ على فين يا مصر؟ ما فيش غير باب واحد للنجاة، زي الراجل اللي كان محبوس وقبل ما يتنفذ عليه حكم الاعدام كان قدامه باب واحد للنجاة، ما فيش غير طريق واحد للنجاة اللي هو الشريعة الاسلامية. اخواني في الله، اخواتي في الله، الفترة الجاية باذن الله سبحانه وتعالى، الفترة اللي جاية دي، الايام اللي جاية دي والشهور القليلة اللي جاية دي هتبقى معركة جديدة، واحنا عايزين ندخلها وعايزين نبقى شعار المعركة كفاية فشل. شعار المعركة ماذا لو اخترنا الاسلام؟ شعار المعركة على فين يا مصر؟ عايزين ندخل معركة ضد كل علماني وكل واحد ضد الشريعة الاسلامية. المعركة مش هتبقى قاسية ولا جديدة، معركة فكر الفكر. احنا مستعدين صوت لصوت، احنا مستعدين. هيتمسح الارض بكل واحد هيقف وش الشريعة الاسلامية. ليه؟ لانها نور، اول ما هتظهر زي الشمس في الافق هتموت كل الخفافيش، هتدخل كل الخفافيش في العشاش بتاعتهم، هتبدهم، هتخليلهم ملهمش مكان وسطنا. احنا عايزين شمس الشريعة تشرق على مصر،
عايزين شمس الشريعة الإسلامية تشرق على مصر من جديد. امتى امتى يا اخواني؟ متى متى فرجك يا رب؟ امتى يا رب شمس الشريعة هتشرق على مصر تاني؟ امتى يا رب شمس الشريعة هتشرق على بلادنا تاني؟ امتى هنرجع احنا اللي نختار الاسلام بقلوبنا تاني؟ امتى يا اخواني؟ عايزين ندخل المعركة دي واحنا كلنا امل، كلنا امل عظيم. امل ازاي؟ المشهد العظيم، المشهد اللي ما تكررش في التاريخ، مشهد سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وقف على جبل الطور لأول مرة ربنا بيكلمه، لأول مرة الله بيكلم إنسان مننا، يا لا شرف الإنسانية. الله بيكلم موسى وبيكلفه بالمهمة اللي منوطة بينا الوقت يا إخواني. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. ائتي، عارفين لما ربنا يقول ما تظهر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أن ائتي، خليك زي الريح المرسلة يا موسى، خليك زي العاصفة على كل منكر وكل باطل في أرض مصر يا موسى. أنت واقف الوقت على جبل الطور يا موسى، مكلف بمهمة مقدسة تجاه أرض مصر يا موسى، مكلف أنك تنزل مصر تطهرها من المعاصي، تطهرها من الجرائم، تطهرها من المتجبرين والمتكبرين. هتقف وش فرعون بس ربنا معاك، هتقف وش الظلمة بس ربنا معاك، هتقف في وش جد مبارك اللي بعد ما مشي ساب لنا نص مليون مبارك، لسه قدام معركة معاهم بس ربنا معاك. وإذ نادى ربك موسى، كتير قوي كانوا مستنين ان هم اللي ينادوا، كتير قوي كانوا مستنين ان هم اللي ربنا يختارهم، بس ربنا اختار واحد. كان ربنا يعلم النور اللي في قلبه، كان ربنا يعلم النور اللي جواه. ربنا اختارك يا مصر، ربنا اختاركم يا شعب مصر عشان انتوا اللي تغيروا، انتوا اللي تنقذهم. لما الشيخ الألباني رحمه الله حقق أحاديث الخلافة بتاعت آخر الزمان، وصل في النهاية أن عودة الخلافة في آخر الزمان هتبقى في بلد من اتنين في العالم، يا في الشام يا في مصر، يا في مصر، وكفة رجوعها في مصر أقوى من كثير من الأدلة الأخرى، يا في مصر يا إخواني. وإذ نادى ربنا يا جماعة اصطفى الشعب ده، اصطفى الشعب ده انه هو يقوم ويغير ويقود ويصلح. لما مصر اخترت الاشتراكية، الأمة العربية اخترت الاشتراكية، لما عبد الناصر قال القومية كله بقى قومي، لما جه السادات قال الرأسمالية بقت جميلة، لما مبارك قال الديمقراطية فجأة كله بقى ديمقراطي. يا جماعة احنا بنقود قاطرة العالم الإسلامي كله للهلاك، للهلاك. مصر لو اتغيرت العالم هيتغير، مصر لو قامت العالم هيقوم يا إخواني في الله يا إخواني. وإذ نادى ربك موسى، ربك، طب ربنا ليه ما قالش وإذ نادى رب موسى موسى ربك يا محمد ليه؟ هو ده ماله بالصياط؟ كأن ربنا بيقول لسيدنا محمد، كأن ربنا بيقول لكل واحد هيقوم ويغير، لكل واحد هيأتي القوم الظالمين، بيقول له اللي ادى موسى هيديك، اللي نصر موسى هينصرك، اللي كان مع موسى هيبقى معاك، بس انت قوم، بس انت غير، بس انت بقى صاحب رسالة، بس انت شيل على عاتقك مهمة التغيير. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، أن ائت القوم، مش ائت الظالمين، القوم، يعني يا مصر كلها باظت، مصر كلها فسدت يا موسى، التعليم بقى فاسد، والإعلام بقى فاسد، والاقتصاد بقى فاسد، والوزارات بقت فاسدة، والحكومة بقت فاسدة، ائت القوم، القوم كلهم، القوم، البلد كلها فسدت، البلد، حتى الناس، حتى الناس. الوقت لما اتكلم بنت جاية من نادي ولا وتقدم لها واحد تقول ايه ده انا هتجوز جواب صالونات؟ لا انا امال جواب، يعني ايه جواب صالونات؟ يعني اللي هو واحد يتقدم يدخل البيت من بابه. امال هي عايزة جواز ايه؟ جواز حب ومعرفة وتعارف فترات الاول كده، وبعد قصة حب ساخنة نتوجها بالجواز الفاشل بإذن الله. ربنا يتوب علينا جميعا يا رب، ويرزقنا النجاح جميعا في كل امور ديننا ودنيانا. جواب صالونات. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، بقوا ظلمة يا موسى، بقوا ظلمة، الحكام بقوا ظلمة، الشعب مشي ورا الحكام وبقى هو نفسه ظالم. ائت القوم الظالمين، القوم اللي التبرج انتشر وسطهم ومحدش اتكلم، القوم اللي الاختلاط والعري والفجور انتشر وسطهم ومحدش اتكلم، القوم اللي الربا والكبائر والموبقات انتشرت وسطهم ومحدش اتكلم، القوم اللي بقى على رصيف مسجد في شارع الهرم وعلى الرصيف التاني بار خمارة ومحدش اتكلم. أنا ائت القوم الظالمين، القوم اللي بقى عندهم القرى السياحية اللي بيزنى فيها علني وبتشرب فيها الخمور علني ومحدش اتكلم. أنا ائت القوم الظالمين، قوم واتكلم، لو كل سكت انت انطق، لو كل مرضاش غير غير انت. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، مهمة كبيرة بس ربنا هيعين قوم فرعون. فرعون يا جماعة، أصل إخواني مصر دي مصيبة مصر كلها في 20-30 واحد،
مصيبه مصر دي في ائمه فساد متحكمين في الشعب كله، مراكز قوى بتنشر فساد قهرا عن الشعب. مين اللي دخل المخدرات مصر عشان يخدر الشباب؟ مين اللي ساب المواقع الجنسيه على النت رغم ان ببرنامج على من مركزي من رئاسه الوزراء، قرار من رئاسه الوزراء يتمنع المواقع الجنسيه كلها؟ مين اللي دخل الكلام ده؟ مين اللي عايز يدمر الشباب؟ مين اللي عايز يدمر شبابك يا مصر؟ مين اللي عايز يتوهك يا مصر بعيد عن طريق ربنا؟ قوم فرعون الا يتقون؟ الا يتقون دي كلمه تشق القلب، كلمه تشق الصدر. مش خايفين من ربنا ازاي يا جماعه؟ احنا كنا زمان بنعمل الغلط وعارفين انه غلط، الوقت عدنا بنعمل الغلط ومش امامنا، ماشيين في السكه الغلط ومش امامنا. يا جماعه عصر الجرأه على الله، العصر اللي احنا عايشين فيه. الا يتقون؟ هم مش خايفين مني؟ هم مش خايفين من حكومه ربنا؟ هم مش خايفين من انتقام ربنا؟ ازاي ازاي؟ الا يتقون. في قراءه ثانيه الا تتقون، كان يا اهل الحق اهل الباطل الا يتقون ويسيبوا المعاصي، وانتوا يا اهل الحق الا تتقون؟ لو سبتم الظالم يظلم وسبتوا العاصي يعصي انتوا ظلمه زيهم. الا تتقون يا ملتزمين وملتزمات؟ الا تتقون يا كل واحد بيسمعني دلوقتي؟ الا تتقون يا كل واحد ممكن يغير وما بيغيرش؟ الا تتقون؟ وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، المهمة المقدسة اللي منوطة بنا الوقت، انزل يا موسى وغير مصر، انزل يا موسى وانقذ مصر، انزل يا موسى واهدم طاغوت مصر، انزل يا موسى وصلح مصر. قوم فرعون ألا يتقون؟ قال رب إني أخاف، أنا خايف يا رب، أنا خايف يا رب إن أنا أشترك في التغيير، أنا خايف يا رب إن أنا خايف يا رب إن أنا أقول للظالم لا، أنا خايف يا رب. قال رب إني أخاف، أنا مش بقول الكلام ده على سيدنا موسى طبعا عليه الصلاة والسلام، لا يمكن طبعا، ولكن أقول الكلام ده على مشاعرنا إحنا بقى في الموقف ده، وإحنا بيطلب مننا إن إحنا ننضم لقافلة التغيير. قال رب إني أخاف أن يكذبون. خد بالك شوف الكلام، هو إني ده حرف توكيد، وربنا ده بيفيد في اللغة لما يكون اللي قدامك شاكك في كلامك، فأنت بتقول إني عشان تأكد. هو ربنا لا يعلم اللي في صدر موسى؟ أمال سيدنا موسى قصده إيه؟ سيدنا موسى يا جماعة دي في اللغة بتفيد شدة الانفعال بما يقول. رب إني أخاف أن يكذبوا. أنا خايف يا رب الناس ما تقبلش الحق، أنا خايف يا رب الناس ما تقبلش الشريعة الإسلامية، أنا خايف يا رب الناس ما ترضاش إنها تعبدك وتختار فرعون، أنا خايف رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. انا خايف يا رب ان صدري يضيق لو سمعت حاجه بتتقال عليك، خايف يا رب صدري يضيق لو شفت واحد علماني ولا ليبرالي ولا واحد من بتوع الدوله المدنيه الغير دينيه بيتكلم على دينك وعلى شرعك، واتهام شرع الله هو اتهام لله، والكلام على شرع الله هو كلام على الله سبحانه وتعالى. ولا ينطلق لساني، انا عايز لساني يبقى طلقه، انا عايز انطلق في التغيير يا رب والاصلاح. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون. هارون أخو سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، أكتر كلمة فيها تجرد في القرآن كله. يمكن سيدنا موسى كان ممكن يبقى، ما سيدنا موسى منصور، منصور يا جماعة، ربنا اللي بيقوله روح محمي محمي، ولكن سيدنا موسى يعلم الطريق ده طبيعته، يعلم ان لازم ايدينا في ايدين بعض، يعلم ان مفيش حد يقدر يغير لوحده، يعلم ان محدش يقدر يشيلها لوحده. يا أمة محمد اعقل الدرس ده، الوحيد اللي كان ممكن يشيل الدين كله محمد بن عبد الله، الوقت اتمزقنا ليه؟ بقى اخوان مسلمين وسلفيين، والسلفيين بقوا سلفيات وسلفيات وتبليغ ودعوه. ليه يا اخواني؟ ليه يا اخواني؟ ليه ما نجتمعش على منهج السلف الصالح يا اخواني؟ ليه ما نرحمش بعض؟ ليه ما نحبش بعض؟ ليه ما نتواصلش مع بعض؟ ليه ما نستنصرش ببعض؟ ما حدش هيقدر يشيلها لوحده. سيدنا موسى بيقول لربنا ارسل الى هارون، ما حدش هيقدر يشيلها لوحده، لازم نعترف ببعض، لازم نؤمن ببعض. يا جماعه الاسلام ده نهر كبير، وكل دعوة قامت لله يا قناة بتصب في النهر ده، الإخوان المسلمين قناة بتصب في نهر الإسلام، السلفيين بكل طياراتهم قناة بتصب في نهر الإسلام. وإن كنا بنثبت العلم ونثبت اتباع قرون الثلاثة الأولى في العلم، إلا إننا أرحم أخويا حتى لو عنده خطأ أصلحه، إنما مش أذبحه، مش وظيفتي إن أنا أذبح المخطئ، وظيفتي إن أنا أتواصل معاه وأتعاون معاه وأصلحه وأغيره. التبليغ والدعوة قناة بتصب في نهر الإسلام، أوعوا حد يفتكر إن هو الإسلام، لا، إحنا قنوات بتصب في النهر اللي بقاله 1400 سنة، وبعدين هيفضل النهر ده. امتى يا جماعة هنتسامح مع بعض؟ امتى هننتمي للنهر مش ننتمي للقناة بتاعتنا؟ امتى يا جماعة هنؤمن بكل قناة بتصب في نهر الإسلام ونحبها ونفرح بيها وندعمها وندعمها ونقول احنا معاك، احنا معاك، احنا مع كل دعوة قامت لله سبحانه وتعالى. فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. يا موسى ده انت قلت أخاف أن يكذبون قبل أخاف أن يقتلون.
انا خايف على الدعوة اكتر من خايف على نفسي. انا خايف على الدعوة الاول اكتر من خايف على نفسي. طب سيدنا موسى بيقول اخاف ان يقتلون ليه؟ مش خوف على نفسه، ده خوف ان بموته الدعوة تموت، ده خوف ان بموته الدعوة تقف. عشان كده يا رب هارون يا رب يجي، عشان لو انا مت الدعوة تكمل، عشان انا معرض للخطر ومتهم في 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 في, في, في ان انا قتلت مصر في هذه البلد وممكن يقتلوني يا رب، عشان موتي ما يموتش الدعوة، عشان وقوفي ما يوقفش الدعوة. فين التجرد ده يا أمة محمد؟ فين التجرد ده يا عاملين لدين الله؟ فين التجرد ده يا دعاء؟ فين التجرد ده لدين الله؟ إن احنا نؤمن ببعض. فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا كلا، حرفين كلا، ثلاث حروف يا عم، كلا ثلاث حروف منهم حرف في شدة، يعني كل كل يعني ده لا يمكن يحصل أبدا. الكلمة دي غيرت مسار موسى وخلته يروح لفرعون. لما الإيمان بيملى القلوب أي تكليف مهما كان صعب هننفذه يا رب. لما الإيمان بيملى القلوب يا أمة محمد، لما الإيمان بيملى القلوب يا مصريين يا مصر الغالية الحبيبة، لما الإيمان بيملى القلوب أي حاجة بتهون، أي تكليف في شرع ربنا بيهون. يا جماعة اللي رافضين شرع ربنا رافضينه لأنه هم خايفين على شهواتهم، خايفين على نزواتهم، أو مش قادر. يا جماعة إحنا لازم لو الإسلام دخل في القلوب. قال كلا، كلمة من حرفين خلت موسى يقف في وش فرعون لأن القلب مليان إيمان. قال كلا فاذهب بآياتنا، اسمع بقى، إنا معكم مستمعون. الكلمة اللي انا بلف من اول الكلام عشان اوصل ليها واختم بيها التعليق على الايتين دول، انا معكم، انا معكم. ربنا بيقول لنا انا معاكم، ربنا بيقول لكل واحد قام ينقذ الامه دي انا معاك، ربنا بيقول لكل واحد قام يغير انا معاك، ربنا بيقول لكل واحد قرر انه ينذر حياته للدعوه انا معاك، ربنا بيقول لكل واحد ولو هيقول كلمه في مسجد ولو هتدعو صاحبتها ولو هيغير على قده انا معاك، ربنا بيقول لكل واحد هينذر نفسه جندي للدين ده أنا معاك. الذهاب بآياتنا إنا معكم، إنا معكم. ربنا بيقول لنا يا أمة محمد، ربنا بيقول لنا شعب مصر أنا معاكم، أنا معاكم بتصوموا، أنا معاكم بس طالبوا بالشريعة. ماذا لو اخترنا الإسلام؟ على فين يا مصر؟ على فين يا مصر؟ المعركة اللي جاية معركة عايزة إحساس بالأمل، معركة عايزة إحساس بالأمل إن بعد 200 سنة تنحيل الشريعة ممكن ترجع تاني، ان ربنا هينصرنا، ان ربنا هيعزنا، ان ربنا هيرفعنا، ان ربنا هيكرمنا. مين كان يصدق اللي احنا في الوقت ده؟ مين كان يصدق؟ يا جماعة عايزين نبقى مع ربنا سبحانه وتعالى، عايزين نبقى مع الملك سبحانه وتعالى. المعركة اللي جاية دي هندخلها واحنا كلنا استعداد للشغل. احنا مش عايزين نحصد مكاسب من غير ما نتعب، مش عايزين نجني الثمار من غير ما نزرع. ما ينفعش، لازم نصبر، لازم نصبر على البذرة حتى تنبت، وعلى النبتة حتى تورق، وعلى الورقة حتى تزهر، وعلى الزهرة حتى تثمر، وعلى الثمرة حتى تنضج. إنه طريق الصبر على الصبر الطويل، هو ده طريق الدعوات. سنن مش هتحابي حد، لما المسلمين خلفوا سنة هزموا في أحد، مش هتحابي حتى لو محمد بن عبد الله بين ظهر غنيمة عليه الصلاة والسلام. سنن لازم نتعب يا جماعة، في نماذج مرعبة يا إخواني. قريت في تقرير، تقرير المفروض ان تقرير أمريكاني، تقرير غربي، تقرير عن الصومال، عن سبب انتوا ممكن يكون معظم الناس مش عارف ايه اللي بيحصل في الصومال. الصومال يا إخواني من سنوات قامت فيها محاكم إسلامية بتحكم بالشريعة الإسلامية، اكتسحت الصومال كلها، قضت على الجريمة في الصومال، قضت على الظلم في الصومال، المحاكم الإسلامية مسكت الحكم في الصومال، القضاة الإسلاميين الشعب كله التف حواليهم وقال احنا معاكم. المحاكم الإسلامية بعد كده قام جيش جهادي اسمه شباب المجاهدين، جيش الشباب أو شباب المجاهدين، وتعاون هو والمحاكم الشرعية دقيقة وحكم الصومال ومسك الصومال. وإذا بغلطة الاستعجال اللي دايما بنقع فيها، اللي دايما دايما بنغلط فيها إلا من رحم الله، فجأة تصدر قرارات ممنوع الأفلام الأجنبية. طب الأفلام الأجنبية ماشي، ما احنا الوقت احنا هنتكلم في حرام وحلال ما إحرام، ولكن انا هتكلم الوقت في مسألة ان ازاي يا جماعة هننقل الشرع للناس. انا عايز الناس تختار الشرع، انا عايز الناس تحب الشرع، انا مش عايز احسس انه مقهور، مش عايز احسس الشعب انه مقهور على الالتزام، انا عايز الشعب هو اللي يختار الالتزام، انا عايز اديله الدين. الناس عايزة الشريعة بس مش عايزة القهر، عايزة الشريعة، عايزينكم تساعدونا، تحطوا ايدكم في ايدينا، تاخدونا البر الامان، تفهمونا شريعة ربنا واحنا معاكم، بس ما تقهروناش. افلام الاجنبية حرام، ممنوع، انتهت. اي احزاب سياسية، اي تجمعات سياسية، انتهت، ممنوع. الموسيقى، انتهت. قفل بالضبة والمفتاح، ممنوع.
القط حاجه كده وما بيحكموها زي الشاي، وهي حقيقه نوع من انواع الحشيش يعني مخدر، ولكن الشعب مش فاهم الكلام ده، ممنوع على البنات. طيب كينيا واثيوبيا اللي جنبهم، كينيا واثيوبيا دول لازم نكتسحهم وناخدهم، يا كينيا ويا اثيوبيا هندمركم وناخدكم للاسلام. طب وبعد كده يا اخواني العالم اتفزع، الدول اللي حولهم اتفزعت، الشعب اتخنق، العالم الغربي خاف. كانت النتيجة مئات الملايين دعم دولة اثيوبيا و300 الف جندي اثيوبي يجتاح الصومال ويهرب زعماء هذه المحاكم الاسلامية لحد ما بدأوا يرجعوا صفوفهم تاني. الكارثة مش ان اثيوبيا دخلت طول عمره اثيوبيا بلد محاربة للاسلام، فلما بيتمسك بحكم غير اسلامي، ولكن مش دي قضية. وما القضية ايه؟ القضية ان الشعب ما وقفش جنب المحاكم الاسلامية. القضية ان لما دخلوا الشعب قالنا لناش دعوة. طب ليه؟ ما انتوا خنقتونا، ما انتوا ما فهمتوناش الدين، ما انتوا ما طلعتوناش السلم اللي انتوا طلعتوه خطوه خطوه. انتوا طلعتوا فوق البرج وقلتوا لنا نطوا، هننط ازاي؟ مش قادرين، مش قادرين نمشي معاكم بالطريقه دي. طب درجونا، طب ارحمونا، طب فهمونا، طب انزلوا وسطنا وعيشوا وسطنا واندمجوا وسطنا. عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول ان يا جماعه اللي عايزين يطبقوا الشريعه الاسلاميه مش هتيجي ثمره كده فجاه الشعب هيقول خلاص تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا. لا يا جماعه، لازم يا شباب، لازم يا اخوات، لازم يا ملتزمين، لازم يا دعاء، لازم يا كل واحد بتتفرج عليا، لازم يا كل واحد ملتزم في هذه الامه، لازم ننزل ونتعب ونشتغل في الدعوه. لازم يا جماعه، لازم ندفع الثمن يا جماعه. يا جماعه التغيير اللي حصل ده مش هو التغيير الكامل. في مبارك مشي ونص مليون مبارك لسه موجودين في البلد دي، ماسكين الوزارات وماسكين المحافظات وماسكين القيادات وماسكين ده لسه المعركه لسه طويله. المعركه الحقيقيه ان 85 مليون الشعب يتغيروا. المعركة مش ان المادة الثانية في الدستور يفعلها الحكومة، المعركة ان المادة الثانية من الدستور الشعب هو اللي يفعلها، الشعب هو اللي يختار البنوك الاسلامية. ما اتحطت البنوك الاسلامية جنب الربوية، ومعظم الشعب اختار الربوية. الشعب هو اللي يختار الدين، الشعب هو اللي يفعل القضية، الشعب هو اللي يقوم نختار الاسلام. ماذا لو اخترنا الاسلام؟ ماذا لو اخترنا شرع الله؟ الافكار بتتلاحق وراء بعضها والدنيا اتغيرت يا جماعة. ومصر بعد 25 يناير غير مصر قبل 25 يناير، والملتزمين بعد 25 يناير لازم يبقوا غير الملتزمين قبل 25 يناير، والدعاء إلى الله بعد 25 يناير لازم يبقوا غير قبل 25 يناير، وانتم لازم تتغيروا. طول ما الموضوع واحد بيتكلم وواحد بينتع في قلبه وواحد بيضع، طول ما الموضوع بطولات فردية عمرنا ما هننتصر، عمرنا ما هننتصر غير لو انتم قمتم وشلتوا المسؤولية وشلتم الرسالة اللي عليكم، والكل بقى مستوى واحد. يا اخواني سيدنا موسى وسيدنا يوشع، سيدنا موسى كقائد اعظم، ولكن سيدنا موسى يموت في التيه عليه الصلاة والسلام، وسيدنا يوشع يجي بعده ويحرر فلسطين. طب ليه سيدنا موسى هو القائد الاعظم واحد من الخمسة أولي العزم من الرسل؟ لان الصف اللي ورا سيدنا موسى صف لما وقف ما بين فرعون والبحر قال انا لمدركون، والصف اللي مع يوشع ابن نون صف ثابر وجاهد وكافح وتحرك وراح لفلسطين عشان يحررها. يبقى القضية الوقت يا اخواني مش قضية بطولات فردية، مش قضية دعاء بيدعقوا، مش قضية رجالة بتبذل، مش القضية قضية انتم، انتم الامل، انتوا الامل في التغيير، انتوا اللي لو قمتم الدنيا هتقوم باذن الله، انتوا اللي لو نزلتم الواقع واجنده معادله القوى في الواقع هتتغير، انت اللي لو اتحركتي الدنيا هتتغير، انت اللي لو قمت وانضميت لجنود ربنا الدنيا هتتغير. اخواني في الله بدانا حمله على فين يا مصر؟ على فين يا مصر؟ على فين يا مصر؟ بعد 200 سنه توهان، بعد 200 سنه بيخبطونا من متاهه لمتاهه، بعد 200 سنه بنتبطح ودمنا يسيل ولسه اللي بعدنا مصممين يمشوا في نفس الطريق. بعد 200 سنه زعيم ظالم ورا زعيم ظالم ورا زعيم ظالم، والمصريين مبتلين بالزعماء المصريين. بعد 200 سنه قهر، بعد 200 سنه استعباد، بعد 200 سنه تلطيم ما بين الانجليز وما بين الفرنسويين وما بين الاحتلال المختلف وما بين الانظمه الغربيه والشرقيه. بعد 200 سنه جنون حكام على الامه دي، على فين يا مصر؟ هتختاري الوقت الاسلام ولا لا؟ هتختاري الوقت الشريعه ولا لا؟ هتختاري طريق ربنا ولا هتختاري السكه السوداء الضلمه اللي احنا خلاص طفحنا الدم منها وعايزين نخلص منها بقى؟ لازم نتغير، ولازم تنزلم المشروع الاولاني في الحمله بتاعتنا، حمله على فين يا مصر؟ اللي اخترنا ليها شعار هذه الحلقه بتاعت الليله، ونبقى مع بعض ان شاء الله يعني كل يوم باذن الله الساعه 11 عما بس المؤتمرات
باذن الله سبحانه وتعالى, والندوات اللي ربنا فتحها لنا هذه الايام تكون خلصت. يعني ما عرفتش اعمل معاد بدري عن كده, لان يعني عشان نقدر نجمع ما بين الفضائيات وما بين يعني الارض وما بين الشغل على الارض وما بين شغل الدعوه, يعني هو ده الميعاد يعني اللي بعد استخاره الله مولانا وربنا سبحانه وتعالى مولانا الكريم. يعني وجدت ان هو الميعاد اللي هتناسب ظروفي في هذه الايام. الساعه 11 اللي عاملين ورقه هي نازله على موقع طريق الله, وجايبين لكم رقم خيري عشان اللي عايز كميات الورقه ديت. اللي عامل الورقه ديت اخويا وحبيبي واستاذي الدكتور عبد الرحمن الصاوي, ودفعتي برضه في الكليه دكتور عبد الرحمن الصاوي جزاه الله خيرا. سمى الورقه ماذا لو اخترنا الاسلام, وانا واخد الاسم ده منه طبعا. سمى الورقه ماذا لو اخترنا الاسلام. الورقه جميله قوي. الورقه بتتكلم عن يا جماعه هو الاسلام قطع ايد بس وانتوا مش عارفين الاسلام ولا ايه؟ لو اخترنا الاسلام هيحصل ايه؟ وبدا يكتب يجي حوالي 20 عنصر ولا 30 عنصر. لو اخترنا الاسلام المراه هتسعد قد ايه؟ لو اخترنا الاسلام هنتقدم قد ايه؟ لو اخترنا الاسلام البيوت والاسره هتسعد قد ايه؟ لو اخترنا الاسلام الحريه هتيجي؟ لو اخترنا الاسلام تفاصيل الحياه كلها هنتقدم فيها ازاي؟ طب لو اخترنا الاسلام الامن هيجي؟ الاقتصاد هيتصلح؟ الحياه ترجع, صلتنا بالله, دنيتنا, رخائنا, معيه ربنا لينا, اخرتنا, نجاتنا. لو اخترنا الاسلام هيحصل. لو اخترنا الاسلام هنرجع للديكتاتوريه والحكم الفردي. لو اخترنا الاسلام الارزاق الفساد هيحصل معاه ايه؟ لو اخترنا الاسلام شوارعنا وطرقنا والنظافه والاخلاق والمثل والسلوكيات هيبقى شكلها ايه؟ لو اخترنا الاسلام التكافل الاجتماعي هيبقى شكله ايه؟ دكتور عبد الرحمن عمل الورقه ديت, لا تزال الورقه حتى الان يعني ابيض واسود, وان كان اخواننا في موقع الطريق الى الله ويتو الله بيصمموها الوقت عشان تبقى ورقه الوان كده جميله ان شاء الله. بل وكمان ان شاء الله نعملها لوحات, لوحات كبيرة تتعلق في المساجد. يعني ان شاء الله بإذن الله, يعني انا بإذن الله ان شاء الله حاول الليلة ان انا اعمل برضو ورقة بإذن الله عشان كلنا عززنا بالثالث بقى, عشان كله يعزز جود بعضه. ولكن الورقة الجميلة الطيبة ده بإذن الله سبحانه وتعالى, الورقة ديت انا عايز يا شباب, انا عايز يا اخوات, انا عايز كل واحد يدخل على موقع الطريق الى الله, هتلاقوا الورقة موجودة ان شاء الله في الصفحة الرئيسية, تحملوها وتبداوا تطبعوها. اي ورقه ابيض واسود اهو, الطباعه بتاعتها ان شاء الله اللي هتبقى على بكره موجوده ان شاء الله. ولكن نتصرف بسرعه, نتصرف. الورقه في غايه الجمال والبساطه, نصورها ونلزقها في كل المساجد ونلزقها في مداخل العمارات وش وظهر, ونوزعها ونوري للناس. الورقه دي جميله والله يا اخواني, جميله, فيها بساطه وفيها جمال وفيها اقناع وفيها استشهاد بنصوص. ورقه طيبه وجهد طيب, ربنا يبارك في كل من قام يدافع عن الاسلام. الورقه موجوده على الموقع waytoallah.com. الورقه اللي عايز يسحبها بقى ويصورها ويوزعها في كل مكان ويلزقها في كل مكان باذن الله سبحانه وتعالى. في رقم خيري مبدئيا هيبقى عشان الورقه, يعني في خلال يوم اللي عايزها فورا هتبقى يعني زي ما هي ابيض واسود. اللي عايز يستنى ما تتصمم الوان خلاص, يستنى ما تتصمم الوان باذن الله سبحانه وتعالى. يعني بس اللي يطلب كميه, يطلب كميه كويسه, يعني يطلب كميه يقدر ينشرها في الدنيا. احنا عايزين نتعاون مع بعض بقى, كميه كبيره تنتشر في الدنيا باذن الله سبحانه وتعالى. نتحرك ونشتغل, اهو ماده تشتغلوا بيها, اهو اشتغلوا ان شاء الله. ممكن من خلال نفس الرقم يعني نعمل موضوع اللوحات الكبيره اللي على الجدران عشان كل واحد يتصل وياخدها لكل المساجد اللي يقدر يحطها فيها. عايزين نواجه الناس بجمال الاسلام, نواجه الناس بجمال شرع الله, نواجه الناس بروعه شرع الله. عايزين الناس كلها تختار الاسلام بقى ونجاهد ونكافح. الرقم الخيري اظن ممكن يبقى مكتوب قدامكم على الشاشه, الرقم الخيري لطلب كميات كبيره طبعا ان شاء الله من الورقه, 019 798 28. تاني, 019 798 28. تالت, 019 700 9 8 2 8. اخواني في الله نتقدم بقى, اخواني في الله نتحرك بقى, وان شاء الله كمان ونجيب ورق كمان والدعاء يعملهم, وباذن الله الواحد يحاول الليله ان شاء الله باذن الله اول ما ارجع ابدا اعمل كمان في ورق ثاني او ورقه ثانيه باذن الله سبحانه وتعالى, ونتكاتف وننشر بقى الشريعه الاسلاميه في كل مكان. كانت الليله الحلقه الاولى من سلسله على فين يا مصر, من سلسله الدفاع عن شريعه الله, من سلسله ماذا لو اخترنا الاسلام, من سلسله كفايه فشل, من سلسله شمس الاسلام تشرق على مصر من جديد. كنا مع هذه المرحله الاولى في الطريق الطويل اللي احنا ان شاء الله مستعدين ندفع الثمن فيه,
وبنحتسب على الله كل كلمة بنقولها. والله يا إخوان الواحد ممكن يكون بيتكلم مش قادر، ولكن الواحد بيحتسب على الله كل كلمة وكل حرف وكل مجهود وكل لفة عجلة عربية في طريق لمكان هنتكلم فيه عن ربنا. احتسبوا على الله، كل ورقة هتجيبوها وكل ورقة هتوزعوها وكل ورقة هتلزقوها في كل مكان احتسبوا على الله. احتسبوا على الله يا إخواني وأخواتي، واللي من بره مصر يدخلوا على الموقع ويتوا الله الطريق لله، الطريق لله، ويحملوا الورقة وينشروها في كل مكان بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم انصر الإسلام، اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن يحكم. اللهم يا ربنا استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم قيد لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر بنا الإسلام، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض. اللهم أذن لشرعك أن يحكم. اللهم أخرج منا دعاة وداعيات وعلماء وعالمات ومجاهدين ومجاهدات وعباد وعابدات برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.